مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، عدنا لكم مره ثانيه. انتشر في المجتمع الكويتي ان قبل ما كان في عندنا نسمع انه والله هذا شيف او حتى في المصطلح الكويتي طباخ او طباخه كويتيه، يطبخون في البيت، عندهم بزنس، عندهم مطعمهم الخاص فيهم، يسوون دورات للطبخ، صار في شغلات مختلفه. وهذا مخرجنا قاعد يقول لنا لعبتك لان انا احب الطبخ وكذي، وما كنا نخجل ان نقول احنا نطبخ ونسوي بالتواصل الاجتماعي كان سناب شات وحتى الانستغرام. هذا الموجة اللي طلعت، هل كانت موجة عابرة؟ هل في ناس بدأت تتخصص؟ هل في ناس أخذت شهادات؟ بدأوا يطلعون بالتلفزيون، بدأوا يسوون برامج، الناس بدأت تتابعهم، ينزلون كتب، صار موضوع ضخم، صار تجارة، صار صناعة، صار فن، صار حرفة. وعشان نشوف هذا اللي قاعد يصير، وبالأخص الناس اللي تطبخ ودائما هي تقول أطبخ بحب، أضيف لمسة حب على أطباقي، مشهورة بهذه الجملة، وأنا الناس المتابعين لها من شد معجبينها. اليوم معانا بالاستديو ورحبوا معاي بالشيف هنوف البلهان، يعطيك العافية وحياك الله وسعى المباركة. شكرا على هالمقدمة الحلوة. لا سعى المباركة. الله يسلمك. مساء الخير. مساء الورد. هلا فيك. شلونك؟ خير. الله يسلمك. مرتاحة ما شاء الله. احنا بعد من متابعين في السوشيال ميديا، ويمكن قاعد نشوف سفراتك وقاعد نشوف ما شاء الله إبداعاتك بالطباخ، و حديث طويل مثل ما يقولون. أكيد. سؤالنا المعتاد حق أي ضيف إذا كان عنده هواية، ومن خلال هذه الهواية نقول دش بوابة الشهرة. شون كانت بداياتك؟ بداياتي بديت عمري 10 سنين أطبخ، خلاص صار في شغف. 16 سنة أنا قاعدة أجيها بسرعة لأنها مسيرة 20 سنة. 16 سنة امتهنتها وبديت أبدي أسوي هوم بزنس بسيط، حلويات وبعدين أبيعها. 19 سنة دخلت أوتيلات الكويت لأنه كان ما في عندنا مدارس ولا كان في الخليج فيه. بعدها لا، تطور الموضوع إلى أني أنا بعد التور اللي أخذته في الأوتيلات ومطابخ الأوتيلات. 19 سنة دشيت أوتيلات، دخلت وهني ما كنت أكاديمية ولا كنت دارسة، ما كان في ولا أكاديمية. بعد سنة من دخولي قررت أني أنا أكمل، وكان بفضل الشيف اللي كنت أشتغل وياه، فقال لي إن في دراسة تكملينها أونلاين من خلال تدريبك في المطابخ اللي أنت تفترين فيها، وبديت فيها. بعدها دخلنا الميديا معاكم. بعد دخول الميديا كملت، بس خلال المسيرة هذه كلها كان في محطات مريت فيها. منها فتحت مخبز، بعدين فتحت مؤسسة، بعدين اشتغلت في شركات، إلى صار عندي اكسبيرينس وايد. شوي 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 انتقلنا حق جزئية الميديا، توسعت الدائرة. فضل الله كنت من أول الناس اللي يدخلون ومختصين في هالمجال. كان عندي هدف أحب أوصله، أني أوصل أن هذه المهنة مهنة جدا محترمة، مهنة جدا فيها إبداع وفن، وأفتح الباب. لأن أنا وايد عانيت في جزئية أني ما أقدر أقول أن أنا شيف، ما أقدر أقول أن أنا طباخة وأحب الطبخ. إحنا توني قاعد أقول حق عبودك، في فترة من الفترات اللي مر فيها المجتمع عندنا الكويتي كان عيب يأجر حتى بيته. فأنت شلون تطبخ وتبيع؟ يعني هذا مختص في شركات ومؤسسات. ففضل الله لأن كان عندي هدف واضح وصلت، فتحت الباب، وما شاء الله كل المبدعين بدأوا يطلعون من هالباب ويبرزون هواياتهم. يمكن هذا باختصار بس. شيفانوف، ذكرتي ان انت دخلتي بالاعلام وبالتلفزيون. قبل ما تجاوبين على هذا، انا بالقهوه يا جماعه، قهوه شيفانوف. فقلت لك ان موضوع دخلتي في برنامج تلفزيوني، ودي اعرف شنو البرنامج، اول برنامج شاركتي فيه، وشون كان فكرته، شلون ردت، يعني ما قالوا لك على طول وافقتي ولا كنت متردده؟ لا، انا كنت حاطه هدف ان اول ما فتحت، كانت عندنا قناه الوطن، اول ما فتحت كقناه كنت حاطه هدف اني انا اكون اول من يبدي في برنامج طبخ. حاولت اني اسعى، بس الاهل كفكره اعلام كانت مرفوضه. ففضل الله تركيزي وتوفيق الله وصلني حق جزئيه عرض، ان تعالي عندنا برنامج، هذا البرنامج راح يضم الشباب الكويتيين المهتمين في الطبخ، وسمعنا انك انت شيف. فانطرح عليها الموضوع. بعدها عاد الله يذكره بالخير انه اخذها دوغتشي، قال لي ايش رايك شنو نقترح اسامي. وصلنا حق اسم كان جدروم اللاس، وبعدها وصلنا حق منو الجايد حق البرنامج، كانت الفنانة انتصار الشراح، وبعدين منو الجروب اللي راح يطلع ويانا، الى ان تبلور المشروع. كنت انا راح اقدم حلقة. بعد ما شاف حماسي وشاف هذا كان يقول لي ليش 12؟ تشيلين ولا ما تشيلين؟ فهذا حطني في تارجت، وني تحديت نفسي. بعدها عاد قدمت صباح الخير اللي هو صباح الوطن. بعد صباح الوطن اعطاني فرصة ثانية اللي هو مطبخ خنوف، وكان اول برنامج يقدم فكرة طبخة يقدمونها كل عشاق هذه الطبخة بمختلف أجناسهم وأفكارهم. فمن هني بدأ.
بعدها حسيت انه خلاص جزئيه الميديا بالنسبه لي كانت واضحه، فتحت الباب حققت التارجت اللي انا بي، طلعت ودخلت في يعني ميدان الطبخ اكثر. اي نعم. يمكن بدايه نقول كان التلفزيون ايامها، كانت السوشيال ميديا بعدها ما لها دور ولا كان تو فيسبوك، تو فيسبوك وما كان يعني ما اخذ نفس الانستغرام نفس السناب يعني لحظه بلحظه ينقل لك الحدث. وما شاء الله نجحتي، نقول ثبتي، نقول حطيتي ريلك على اول سلمه مثل ما يقولون، وخصوصا يعني الدوغجي يعني خير من يدعم الشباب كلهم. هناك مشاريع نجحت منها اسرارها للمعجنات كانت يعني عادي ان الشيف يمر عليه مشروع ناجح لكن ما يكمل فيه، وليش ما كملتي فيه؟ لعدة أسباب. أسرارها لما فتحتها عشان أقدر أدخل السوق المحلي. أي نعم. فبعد ما دخلت هي جزئية تكملة دراستي، فهني حسيت أني أنا لا ما أقدر أديره وأنا برا. أي نعم. فهني وقفتها. بعدها يتني يعني مشروع ثاني أني أنا أسس مخبز، وفعلا أسسته ووقف على ريلا، ما اتفقت أنا وصاحب الشركة نعم. على أمور إدارية، فقررت أن أساس ما يخسر هذا البيبي اللي بدأ يشوف النور ويخطي خطواته أطلع. في في اوقات معينه توصلين حق جزئيه انه انا ولا المشروع، فتقولين لا المشروع بالنسبه لي انا امتداد لي، فنجاحه نجاحي بس مو شرط اكون فيه. نعم. هذه كلها كانت خطوات الى وصلتني حق هنوف فود. هنوف فود كانت اوضح بالنسبه لي ان انا اقدم استشارات لان صار لي خبره 20 سنه. اي نعم. فهذه حسيت انه كلها خطوات حق هذه، بس نقول الخبره طويله يا هنوف. انت قلتي كلمه ان قلتي بادرس، هل تعتقدين ان الموهبه في هذا المجال بالذات خاصه الطبخ، خاصه لما قلتي المعجنات؟ يعني انا مثلا اطبخ بس انا ما اسوي معجنات، لان احس المعجنات تحتاج مقادير، تحتاج درجات حراره معينه. هل تعتقدين ان هذا المجال لازم يكون واحد يدرس؟ انا انت عندك دبلوم في عالم بالضبط. هو اول شيء تبديها كهوايه، بعد ما تبدي تمارسها راح تكتشف انها هي علم لازم تاخذه بحذافيره. فاذا بتطور نفسك فيه لازم تدرسه، ولا راح توصل عند حد معين تقدم اشياء معينه وتعيد فيها، ما راح تقدر تبدع فيها. اساسيات العلم انا بالنسبه لي وايد مهمه. زائد في شغله وايد انا احب انوه عنها، لا تحكر نفسك في اطار واحد، ولا تعتقد انك اذا انت نجحت فيه ما راح تقدر تنجح في اماكن ثانيه. ما دام هدفك انك انت تبدع راح توصل حق الابداع. فانا افتخار عندها شيء مميز، افتخار مارست الى وصلت حق هذه النتيجه. فانا ما عندي مانع اني اروح حق افتخار واتعلم منها. وهو العلم يزيد ويتطور في التداول والانتشار. هذا اللي انا سويته، اني بديت اروح من محطه الى محطه لين اوصل حق النتيجه اللي انا ابيها. الله يوفقك. شيء جميل. طيب نوف، نقول كل شيف له بصمه خاصه فيه. إنزين بالآونة الأخيرة الطهاة، هناك من يعترف أنه طاهي وليس بشيف، وهناك يقول لا أنا شيف. لو نجمع بين الأكاديمية وبين الهواية تبقى بصمة هنوف واضحة، عندك هذه الروح اللي تجمعين الأكل الهندي مع الأكل الإيطالي ولا لا ما فيك هذه؟ شوفي أنا أول ما بديت أنا ودي أقول على جزئية الشيف والطاهي لأن وايدة المأزمة ناس. هي أصلاً كلمة شيف هي رئيس طهاة، رئيس طهاة ما تاخذ ما يلقب نفسه في انه هو رئيس طهاة الا لما يمر في عده مراحل. وفي واحد ممكن يكون عنده خبره 20 سنه بس ما عنده القدره على الاداره، فلما انا اقول اكزيستيف شيف او هيد شيف انا واصل مرحله اني انا اقدر يعني اقود طاقم. عرفتي؟ بس ترى هذه المشكله. وفي ناس اصلا خذوا هذا اللقب ووصل بدون ما يدرس ولا شيء، هي الخبره هي الاهم من جزئيه الدراسه، لكن انا اقول حق المبتدئين يفضل انك تدرس. يعني مثل ما احنا دائما يقولون ترى الطباخ ممارسه. طبعا بالضبط. نفس هذا الطباخ. بالنسبه حق جزئيه السؤال الثاني بس عشان اتذكر وياك، انه عندك ايحاءات ايطاليه على هنديه تدمجين بينهم؟ انا اول ما بديت قلت لك بالحلويات والمعجنات، بعدين انتقلت الى جزئيه المطبخ الهندي لان اكتشفت ان عندي شغف فيه. بعدين اخذت كورسات في الايطالي بعدين المكسيكي. التنوع في شخصيتي هو اللي وصل هنوف حق جزئيه انها تبدع في اكثر من مكان وتصير لها لمسه. فعشان كذي انا كنت هذا ترى كان مأزمني هالشيء. وكنت ازعل منه واقول انا ليش ما اركز على شيء معين وابدع فيه. بعدين اكتشفت ان انا من رسالتي في هذا المجال اني متنوعه عشان اوصل حق جزئيه الاستشارات. فاول شيء كانت بالنسبه لي ازمه، الحين عرفت ان هي ميزه وهي كل عثره قاعد توصلك حق شيء افضل اكبر. زين بالنسبه للتنوع سافرتي سفره عشان الطبخ،
وهذا يمكن كان بحث على قولتك عن اي كوزين ياثر عليك او اي مطبخ. حكينا عن هذه السفره مالت الطبخ. والله هي كانت فكره ثانيه. انا الاشياء اللي طورت الحس عندي جزئيه اني اسافر كل دوله واخذ من ثقافه الدوله نفسها. اتوقع هذا الفيديو من هذه رحله تطوعيه سويناها. اي نعم. كانت مختلفه اختلاف سامي. ما شاء الله. لما جيت بعطي اكتشفت ان انا من احب كل انسان له مجال في العطاء. نعم. وفي ناس ترعى ايتام، في ناس تجمع صدقات، في ناس كل واحد له شغله. اكتشفت اني انا احب اطبخ واعلم الطبخ، فتبنينا فكره كانت. نعم. اللي هي نطبخ لاسعادهم، كانت ان احنا شلون ممكن نوفر من خلال الطبخ باب رزق لايتام. نعم. فكانت هذه الرحله من ضمن. نعم. الفريق اللي انا شاركت وياه، وبهالمناسبه بعد اني انا ممتنه لهم ان هم يعني ذكروني وخلوني اكون معاهم. هدفها ان احنا نروح حق ايتام نجمع لهم ريع يضمن لهم نكفلهم لمده سنه كامله حق وجباتهم، زائد ان احنا نسوي لهم مصدر جديد يرعاهم من غير ما هم يعتمدون على الصدقات ولا على اللي هو خلينا نقول التبرعات. فكان هذا الهدف. هذا فتح لي شيء ثاني، ان انا مجالي في العطاء اني انا اعلم الناس الطبخ، وزائد اني انا احب اوكلهم، احب اعلمهم اساسيات هالشغله. الحين عندنا هدف جديد ان احنا نفتح لهم ورشه، هذه الورشه تخرج من الايتام شفات. يعني عقب هالكلام الحلو احنا نبي تحلي ريجتش بهالطبق الجميل من الكاكاو من سيرفنت. كل الشكر لهم، محل تجاريه. شكرا. وجدا جدا استمتعنا معك شيف هنوف. كل هذا ان شاء الله فيه ميزان حسناتك ومن نجاح لنجاح اكبر. مشاهدينا فاصل ونعود.